سيدي سيدي انا ما سرقت شيء. معقول معقول يعني انا اسرق؟ بعدين بتحكي بعد ما يقول المدعي كلمته. طلع لي فيه منيح. هذا هو سيدي انا اول مره اشوفه بحياتي ولا كلمه بديعها. هذا هو سيدي انا ما شفت وشه لان كان لابس على وشه جرابات سود. شلون بدك تتعرف عليه اذا ما شفت وشه لك؟ من مشيته سيدي انا حافظ مشيته. امشي لشوف. شو طلع معه؟ سيدي لازم شوف رجليه. رجليه؟ ليش واقفين كل واحد عرفتو؟ كش فجوه كش فجوه يلا حمرا. وانت اشلح لي لشوف هذا عن كتافك؟ بردان كتير يعني؟ وشمر لي عن جري. شو سيدي الشغلة مو شغلة برد بس الشغلة سترة. ليش مو لابس شي تحته؟ لابس سيدي مو كل شي. مش شو مستحيل كان رجال انت ولا مو رجال انت ملا انت؟ رجال سيدي. ايه لكن شمر ومشي لشوف. شوف هدول هن هدول هن الرجلين هدول. شو؟ سيدي قولوا لا يستعجل. امشي له مخترة لشوف اخرته معه. لعيونك سيدي انا اللي بكشي. خلي عينك علي ها وعتخربط حبيبي. شوف هدول هن. وشو صار معك؟ سيدي بلا ما يلوي اعزو. لا تلوي عزك بدي. امشي تحرك. اي بلا اعز سيدي. ما هو قطعا قطعا ما هو هداك رجليه مقوسين وبعدين اطول من الاخ على مرتين. معناتها شفيق سيدي. مو شفيق. تحريات الخاصه بتثبت على انه مو شفيق. وبعدين حضرتك كنت تحكي من الاول على انه طويل مو بطول الرجلين. سيدي قلنا بلكي بركي. روح انت الله معك. هلا اذا صار معنا شيء منخبرك. وطي اعزك انت وطالع. ليه تحرك سيدي؟ هذا عم يتبلانا تبلي. لا لو كان بده يتبلاك كان تهمك بانك ساري. سيدي طب معقول انت تصدق انه بديع بيسرق؟ طبعا لا. وانا مشان هيك شخصيا شو موقفك؟ فوتوا لشو فوتوا لشو اتحركوا لشو فوتوا لشو يلا. وانت مشان هيك انا قصدت انه يطلع لبرا مشان اعلن براءته على الملف. اتفضل سيدي لعنا على الغرفه.